الثقافات اللي نصبتها الكيانات والجاليات المصريه في الخارج، في الولايات المتحده الامريكيه قدام مبنى الامم المتحده في نيويورك، وايضا امام مبنى البيت الابيض في واشنطن، دفاعا عن حقوق فلسطين اليمين. وشفناهم كمان لما كان السيد الرئيس يزور الدول الاوروبيه وايضا الولايات المتحده الامريكيه، ازاي ان هذه الجاليات والكيانات كانوا بينظموا نفسهم، بينظموا الاتوبيسات، بيدفعوا حقها عشان يقفوا ويرحبوا بالسيد رئيس الجمهوريه في اثناء زيارته. الموضوع مش بس ترحيب بالسيد الرئيس، ولكن رساله قويه جدا جدا للدوله اللطيفه انه ابناء مصر في الخارج واقفين ورا سياده الرئيس ويقوم رساله تاكيد ودعم لما بيزور هذه المدن. وشفنا المصريين